السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ازيكم يا سنة خمسة ابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض آخر درس في الوحدة رقم 12، فتعالوا نبدأ ونقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. يلا كده سنة خمسة عندنا lessons 5 and 6، الدرسين 5 و6 نبدأ الكلمات مع بعض. المشاهد، المشهد اللي انا بشوفه، المشاهد اللي بتبقى قدامنا دي اسمها ايه؟ sights. 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 طب ايه بقى السايلنت هنا؟ الجي اتش ايه سايلنت. طيب عربات اللي هي الشاطئ، اللي هي العربيات اللي هي شبه الموتوسيكل دي اللي بنركبها على الشط اسمها بيتش باجيز. اللي احنا بنقول عليها ايه؟ بيتش باجي. تمام، بيتش باجي واحد بس. طيب لو واحد بس هيبقى اخره ايه؟ لا، لو واحد بس بيتش باجي. طب باجي هتكون ازاي؟ هنحش الواي هنحطها ماشي. يبقى هي اصلها ان انا بحوش، هي بتكون واي بيتش باجي واحده بس، يبقى بحذف الواي واحط اي اي اس زي ما احنا متعودين. الكلمات اللي منتهيه بالواي بحذف الواي واحط اي اي اس. اكسلنت. طيب يبقى دي اسمها ايه؟ بيتش باجيز. بيتش باجيز. بيتش باجيز. بيتش باجيز. طيب رياضه الغطس، بس الغطس اللي هو بيلبس بتاع على مناخيره كده وبقه وبتكون طالعه منها خرطوم كده فوق راسه، بيتنفس منه. تمام، يبقى دي اسمها ايه؟ سنوركلينج. 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 دي الرياضه نفسها، لو حشت بقى ال والاي والان والجي هتكون سنوركل يغطس، جبت منها انا الفعل. تمام، لكن الرياضه اضعف ال واحط ايه؟ اي ان جي، فهتكون سنوركلينج. 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 السباق اسمه ريس. 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 طيب عندنا كلمة خاص أو مميز يعني إيه؟ سبيشال. سبيشال. طب الشيء دي جت منين؟ سي أي. السي أي وراها حرف متحرك. تمام، يبقى سبيشال. 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 مثالي بيرفكت. 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 طيب الكثبان الرملية اسمها، الرملة اسمها ايه؟ ساند. الرملة اسمها ايه؟ ساند. طب والكثبان اللي هي بتكون دونز، عندنا الكثبان دي اللي هي بتكون شبه البتاع ده الهرم بس صغنونه كده، واحنا ماشيين مثلا في صحراء بلاقي شويه رمله متجمعين صغننين صغننين كده، دي اسمها ساند دونز. ساند دونز. دونز. انطقها على بعضيها، هطير دي منهم، يا دي بتاع الساند يا دي بتاع الدونز، فبقول ساند دونز. ساند دونز. ساند دونز. طيب الطاهي او الطباخ اللي هو الشيف اسمه ايه؟ شيف. لا يا تبارك، مش تشيف. شيف. السي اتش يا مثل احنا متعودين ان هي تشه زي بيتش اللي اخدناها، لكن هنا في كلمة الطباخ بنقول عليه شيف. 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 الوجبة اسمها ايه؟ بيت. طب احنا عندنا كم وجبة؟ ثلاثة. ايه هما؟ بريكفاست، لانش، ودينر. طب وجبة خفيفة يعني ايه اللي باكلها ما بين الوجبات؟ سناك. صح كده. طيب يبقى وجبة ميل. 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 مزدحم او مشغول، بيزي. 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 طب هو اصلا اتوبيس يعني ايه؟ باص. ادي كلمة باص واحط لها واي، بس بس كنت بنطق الاس لكن هنا انطق الاس، يبقى باز. بيزي. 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 طيب الوان زي هي حاجه بتكون الوانها مزهزهه كده اسمها ايه؟ برايتلي كولورد. برايتلي كولورد. برايتلي كولورد. برايتلي كولورد. برايتلي. برايتلي كولورد. كولورد. طب هي برايت لوحدها يعني لامع. طب وكولر يا ايمان؟ لون. لون. لكن لما اوصف الحاجه ان هي ملونه والوانها حلوه مزهزهه بنقول عليها برايتلي كولورد، ولازم اخد الايه؟ الشرطه اللي في النص دي. تمام. طيب اطباق محليه، يعني ايه اطباق محليه؟ عليها سكر؟ لا، اطباق يعني من بتاع اهل البلد، زي احنا الاطباق المحليه بتاعتنا احنا في مصر، ايه الاطباق المشهوره عندنا؟ الفول المدمس، الكشري، الفسيخ، الفلافل. تمام. طيب الاطباق المحليه اسمها ايه؟ local dishes. local dishes. local dishes. local dishes. local dishes. local dishes. طيب dishes عندنا هنا الشي هنطقها ايه؟ اس اتش على طول هنطقها شي. طب هو ليه حط اي اس في الاخر؟ ما ممكن اجمع بس اطباق.
لا اخرها اس اتش. اه يبقى نكتب كده الحاجات اللي اخرها اس اتش وسي اتش والاو والاكس. ايوه تاني وتالت ورابع. دول اول ما اشوفهم كده اي كلمه منتهيه بالنهايات دي والاس برضو على طول في الجمع بنضيف اي اس. بنضيف ايه؟ اي اس. يلا بعد كده فرنسي فرنش 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 ايه مع ايه؟ سي يرحمكم الله يا بطل سي اتش. تمام. طيب اللغه الرسميه اسمها ايه؟ فورمال language. formal language. يعني بقى اللغه الرسميه زي يعني مثلا احنا هنا. اه اللغه الرسميه بتاع مصر هي ايه؟ العربيك اللي هي العربي. وبرده لما اقول لغه رسميه اللي هي اللغه اللي بتعامل بيها مثلا مع التيتشرز المدرسين بتوعي فبقول له حضرتك، ما ينفعش مثلا اقول له انت، لكن بينا وبين بعضنا عامله ايه مش عارفه رحت فين جيت كده، دي لغه انفورمال غير رسميه. لكن اللغه الرسميه اللي بتعامل بيها مع الناس اللي اكبر مني. تمام. طيب المربع اللي بعديه مش حفظ معانا وهي الفيموس بليسز اند كونتريز، مش حفظ بس هنقراهم مع بعض. عندنا مدرسه علي ابن يوسف، دي من اشهر مدارس المغرب، اسمها علي بن يوسف مدرسه، سهلة. بن يوسف مدرسة. مدينة مراكش هتكون هي مراكش. مراكش. المغرب اسمها موروكو. موروكو. مش بفتح بقي خالص. موروكو. دولة فرنسا اسمها فرانس. فرانس. طيب ساحة جامع الفناء وده برضو سوق في مراكش في المغرب اسمه جامع الفناء. جامع الفناء. بعد كده حديقة ماجرل. تمام. في مدينة مراكش اسمها جاردن ماجرل. ماجرل. برج ايفل وده موجود في فرنسا ذا ايفل تاور. ذا ايفل تاور. متحف اللوفر وده برضو مشهور جدا في فرنسا اسمه ذا لوفر. ذا لوفر. باريس اسمها باريس. Paris. طيب تصرفات الافعال تعالوا نشوف كده مع بعض. اول فعل معانا فعل يحاول يعني ايه؟ try. الماضي منه try. احذف الواي واحط اي دي. طب لو واي قبلها حرف متحرك لا عايزه احذفها واحط اي دي. اكسلنت. طيب عندنا كلمه wait. waited. Wait. الغير منتظم بقى speak. spoke. speak. spoke. understand. understood. understand. understood. يلا كده نشوف الصفحة اللي وراها. طبعا تصرفات الافعال التعبيرات وحروف الجر مش هنحفظها بس نقراها. عندنا كلمة مصنوع من made of. طيب made of. يواصل يعني بيستمر. keep up. keep up. كلمة في نهاية يعني at the end of. زي ما بقول مثلا في نهاية الكتاب يبقى at the end of the book. في نهاية الشارع at the end of the street. تمام. طيب كلمة يعود يعني ايه؟ go back. go back. يلا كده بقى نشوف اللي معانا دي. ودي برضو دايري. فاكرين الدايري؟ ايوه. اه بنعمل ايه في الدايري؟ هي زي الباراجراف بالظبط بس بكتب dear diary. تمام. لازم وبعدها كومة وقبلها هنا انا بكتب التاريخ بتاعي يا اما بكتب الشهر واليوم والسنة او الشهر واليوم. تمام. فهنا كاتب جون 21st او 21st of John اللي هو 21 يونيو. يبقى هي كتبت التاريخ. والله لو عايز ترسم صورة ارسم، مش عايز خلاص، بس المهم ان انا هنا بكتب التاريخ والشهر، التاريخ بتاعي يعني اليوم والشهر، وهنا بكتب dear diary. تمام. وابدأ اكتب كأني بكتب باراجراف بالظبط. تمام. يلا يا توتي كده. dear diary I had such a cool day today. I went on the river. We saw famous sights from the put like the lover, a beautiful museum with fantastic paintings and the evil tower. The evil tower is a really tall and made a middle. I tried to speak French but I couldn't really say anything but the French people were very kind and when I spoke English they understood me. At the end of
the day we went to a French restaurant and had a wonderful meal with potatoes and was it was a special day. اوكي ده صورة برج ايفل طبعا كلنا عارفينه بنشوفه كتير في الافلام والمسلسلات بنشوفه ده برج ايفل مشهور جدا جدا هو موجود فين في فرنسا. طيب هي هنا بتقول I had such a cool day today انا كان عندي يوم cool رائع. طب هنا بتقول I had يا ترى هنا الجمل في ال present ولا ال past فاست صح كده في الماضي فاحنا قلنا هنا هاد كان عندي كان عندي يوم جميل تمام I went برضو هنا went عندي ايه ماضي خدوا خط تحت كل الافعال الفيربس اللي هناخدها في الماضي دلوقتي عشان هي غير منتظمة فعندي have had طب had اصلها ايه كده have طب went اصلها ايه يا امان go. تمام فبتقول I went on the river انا رحت الايه الريفر ايه هو الريفر نهر وي saw يعني لقيت شفنا طيب saw يا بطل اصل منها ايه المصدر من saw ها دي saw شاف وخلص ايه سي ايوه كده يا امل طيب يبقى هنا وي saw some famous sights احنا شفنا بعض المشاهد الفيموس يعني في مشهورة لا مش سياحية إيمان مشهورة from the boat من الايه المركب like the Louvre زي متحف اللوفر a beautiful museum هو متحف beautiful جميل with fantastic paintings ال paintings اللي هي الرسومات أو اللوحات تمام بس لوحات fantastic عارفين لوحة الموناليزا هي موجودة في المتحف ده and the evil tower وكمان شافوا برج ايه evil تمام طيب the evil tower is really tall هو طويل جدا and made of metal ومصنوع من الايه معدن يلا فوصلنا لحد فين قلنا ان هو طويل ومصنوع من المعدن طيب بيقول انا حاولت to speak French حاول ان هو يتكلم ايه فرنساوي but I couldn't say anything ما قدرش يقول ولا اي حاجة بيقول but the French people الناس الفرنسيين were very kind طيبين and when I spoke English لما كان بيتكلم انجليزي كانوا بيفهموه لان الانجليزي قريب جدا جدا للفرنساوي بس ايه في شوية تركات كده ايه مختلفة يعني في كلمات كتير في الانجليزي زي الفرنساوي بس النطق مختلف زي مثلا كلمه الارقام طبعا عنده تروا والكلام ده كلمه مثلا جنسيه ناشوناليتي بالفرنساوي ناشوناليتي فهي فهموك لو اتكلمتي تمام طيب تعالوا نكمل بقى بيقول ايه في نهايه اليوم وي ونت تو ا فرنش ريستورانت راحوا ريستورانت مطعم فرنسي and we had a wonderful meal وجبه ايه جميله with potatoes كان فيها ايه بطاطس it was a special day كان يوم special مميز تمام طيب تعالوا بقى نشوف الصفحه اللي جنبيها برده عندنا اميره كاتبه برده diary ايه يوم عيد ميلادك ماشي اللي هو 5th of April اللي هو 5 ابريل طيب مين هيقرا طبعا الصوره دي من مراكش مروكو في المغرب مدينه المغرب يلا يا اموله I love this city so much today we went to علي بن يوسف مدرسه مدرسه 800 يعني ايه 8 وبعدين 100 8 يعني 8 و100 يعني 100 يبقى 800 picnic. I like it there because it كملي يا بطه it reminds me about a bit of الازهر ايه park at home but my favorite place it gabby هي جامع فهنطقها جامع الفناء عشان طبعا الانجليز ما فيش حرف العين فبنقول جامع
جامع الفيل. ايوه مستر حاج عبد الغفور. coming كملي يا ايمان. from the market stalls. ايه الستالز؟ اكشاك. excellent. hungry. I had a sandwich. sandwich yesterday. I can't wait to go back here. tomorrow. بتقول ايه بقى ممتازين يا سنة خمسة ان شاء الله عليكم. بيقول انا حبيت المدينة او انا بحب المدينة اللي هي مدينة المغرب. بيقول فيها حاجات كتير جدا ان انت تعملها. فبيقول النهاردة روحنا مدرسة علي ام يوسف. هتقول عليها ده مدرسة the school. هم بقى قلبوها متحف. قلبوها ايه؟ متحف. وفيها حاجات جميلة جوه. فبيقول ان هي متحف وقديلها كم سنة؟ 800 سنة. وبيقول احنا روحنا هناك بدري في الصبح لكن الجو وكان بيزي. كان في بيزي زحمة وكان في ناس كتير. بيقول كمان زرنا حديقة الايه المجرب. وبيقول ان هي حديقة لوفلي جميلة وفيها وممكن تقضي فيها بيكنيك حلوة قوي. بيكنيك نزهة. I like it there. انا حبيت هناك because it reminds me a bit الازهر بار. بيفكرني بحديقة الازهر. excellent. صح كده. at home. at home مش اللي في بيتي اللي في موطني بلدي. ما احنا قلنا كلمة home نكتب عليها كده الاتنين منزل ووطن. تمام. كلمة هوم تبقى المنزل والوطن. يعني بلدي هقول ايجيبت از ماي هوم. مصر هي ايه؟ بلدي او وطني. تمام. طيب فبيقول بتفكرني بالازهر بارك اللي في موجودة في بلدي. وبيقول ماي فيفرت بليس المكان المفضل عندي هو جامع الفناء. وبيقول ذا ماركت بليس ومكان برضو اللي هو بيقول عليه مكان السوق اللي انتوا شايفينه ده. وبيقول ذا سميلز كامينج فروم ذا ماركت ستالز. الروائح بقى طبعا المغرب مشهوره جدا بالسبايسز اللي عندها التوابل. فبيقول الروائح اللي هناك جايه من الاكشاك اللي موجوده في السوق. comes me hungry بتخليني hungry جعان. ان هي روائح توابل وكده فروائح اكل فتخلي الواحد ايه. انا صايمين حرام. I had a sandwich yesterday. انا اكلت ساندويتش امبارح. I can't wait. انا لا استطاع ان اقول مش قادر ايه استنى. go there tomorrow. اروح تاني ايه بكرة. تمام. طيب my perfect vacation. وده مهم مهم مهم. الفاكيشن اللي هي الرحلة بتاعتي هقراها انا على السريع بس خليتكم معايا. day one اليوم الاول. in the morning ترجموا معايا. we go to the beach. حلو. to go snorkeling عشان هنعمل ايه؟ مش هو يغطس. خلي بالكو السنوركلينج غير الدايفنج. الدايفنج الغطس انا بنزل تحت المية خالص خالص. لكن السنوركل شايفين السنوركل هو يدوب بس على ايه؟ على وش المية كده. وفي طلع انبوب عشان يتنفس منها ايه؟ الهواء. طيب بيقول ايه بقى؟ swim with the turtles. بيعوم مع مين؟ and brightly colored fish. والاسماك الملونه. والاسماك الايه الملونه. the afternoon can be spent on the beach with a picnic and a good book. بيقول بقى في بعد الظهر يعني بيقول بعد الظهر بقى انت ممكن تقضيه ازاي؟ على الشط او تعمل نزهه خلويه ويكون معاك جود بوك كتاب يعني تقعد ايه تقراه. day 2 اليوم الثاني جايب لي صوره البيتش باجيز اهي. بيقول today we race through the sand dunes and beach buggies. it's fun and fast. can you keep up. بيقول هنا النهارده عملنا ريس. يعني ريس سباق. سباق في الكثبان الرمليه اللي هو في الرمله يعني ومعاهم البيتش باجيز اللي هو اللي انتوا شايفينهم ده. وبيقول ان اتس فان كانت ممتعه وفاست سريعه. بيقولوا ممكن تكمل معانا. طيب دي 3 اليوم الثالث سبند ا ريلاكسد داي. هيقضوا بقى ريلاكسد داي يوم مريح. شوبينج يوم في التسوق ايه مريح. اند واندرينج ثرو ذا ماركتس. وهيقعدوا يتجولوا فين؟ في الماركتس الاسواق. بيرهابس باي سام تراديشنال هاند كرافتس تو تيك هوم. بيقول ممكن نشتري هاند كرافتس. هاند كرافتس
traditional تقليدية وهياخدها معاه الايه الهوم البيت. Day 4 اليوم الرابع learn about the city's culture past with a trip to the museum today. بيقول اليوم الرابع هنتعلم عن ال culture الثقافة. فبيقول هنتعلم عن ثقافة البلد المدينة. في trip رحلة قصيرة كده للمتحف النهاردة. In the evening في المساء we go to a traditional restaurant. اكيد تبارك هتحب دي. رايحين الريستورانت يا تبارك. رايحين مطعم تقليدي. Where we can see the chef making the local dishes. اللي ممكن نشوف الشيف وهو بيعمل ايه الاطباق المحليه. اه اللي هو الوجبات الاكل بقى. تمام. طيب الصفحه بقى اللي جنبيها بيقول هنا writing skills when writing a diary you should. خلي بالكوا عشان دي مهمه جدا. لما اجي اكتب الدايري اول حاجه بكتب الديت. ايه هو الديت؟ التاريخ. يلا نترجم مع بعض. اول حاجه لازم اكتبها التاريخ. واحنا قلنا التواريخ بنكتبها ازاي؟ لو هتكتب يوم وشهر يبقى الشهر الاول وبعدين اليوم. طب ايه بقى التي اتش اللي من فوق والار دي والاس تي والكلام ده مين فاكر؟ انا. اه يا تبارك على اخر فيرست اخرها اس تي يعني. ايوه ده الواحد. اه الواحد يبقى اس تي. طيب الاثنين سكند يبقى ايه؟ ان دي. طيب تلاتة ثيرد ار دي. نبدا من عند الاربعه لحد العشرة تي اتش. طب لو بدات بقى 21 ابدا برضو اس تي. طب 22 ان دي. 23 ار دي. ومن عند الاربعه تي اتش. ما عندناش احنا بقى لل 32 ولا 33. فانت اخرك في التواريخ 31 ومش في كل الشهور. فاحنا خلينا مثلا لما نكتب تاريخ نكتب في الحاجه المضمونه. اكتب مثلا 25 كل التواريخ فيها 25. 24 12 13. تمام. معاك من 1 لحد 31 خلاص. لو كتبته في الواحد 2 3 يبقى تحاول ان انت تكتب الايه الاس تي الان دي الار دي من عند الاربعه تي اتش. تمام. فانا بكتب بقى اي تاريخ. مثلا لو قلت شهر مايو. شهر مايو يعني ايه؟ ولا يعني هكتب بسيطه دي. اه تمام. لو قلت شهر مايو ماي. عايز اقول مثلا 5 مايو ماي ماي ادي ماي والخمسه كده واكتب من فوق ايه تي اتش لان هي بعد الاربعه يبقى تي اتش. تمام خلاص. يبقى ده التاريخ. تاني حاجه اكتب ايه ستارت ويز ذير دايري. يعني عزيزاتي مش عارفه الايه. ما انت لو ترجمتها حرفيا مش هتفهم عزيزاتي المفكره. لا فاحنا بنكتب دير دايري. تمام اديني كتب. يبقى احنا اتفقنا مع بعض اول حاجه التاريخ. تاني حاجه دير دايري على سطر لوحديها. تمام زي ما هو كاتب في الصفحات اللي ورا كل واحده على سطر لوحديها. رقم 3 include personal pronouns like I and me. نكتب بقى I و me زي ما احنا بنكتب paragraph. تمام بس انا هكتب عن نفسي لان انا بكتب مذكرات. I مثلا like to go to the beach. بحب اروح الشاطئ. I like to ride مثلا beach buggies. تمام لو هنتكلم عن اي حاجه المفكره اللي هي اليوميات مش هتكتب عن الانيمالز وكده. انت بتكتب عن يومياتك. عملت ايه النهارده؟ مش عارفه اكلت ايه؟ فطرت ايه؟ هتروحي فين؟ هتيجي منين؟ دي الدايري اليوميات غير الباراجراف. الباراجراف انا ممكن اكتب عن الانيمالز الحيوانات عن الهوم البيت عن الفاكيشن الاجازه. تمام لكن الدايري انا بكتب يومياتي اللي انا هعمله بقى سواء كنت اللي عملته في الماضي او اللي هعمله في الايام الجايه. تمام. طيب رقم 4 describe places and events. هوصف الاماكن والاحداث. انا بوصف بقى زي ما هو وصف مثلا متحف اللوفر قال عليه فانتاستيك. انا مثلا هروح الايجيبشن ميوزيوم هقول عليه ان هو بيج كلين مش عارفه ووندرفول. تمام فببدا اوصف خلاص. اخر حاجه بقى رايت اباوت هاو يو فيلت. اكتب عن اللي انت ايه شعرت بيه. هاو رايت اباوت هاو يو فيلت. كيف شعرت؟ هل كنت هابي؟ تمام اكتبوها. هل كنت هابي؟ هل كنت ساد؟ تمام هل كنت اكسايتد؟ اكتبوها ورايا. تمام ايمان والله فاهم. طيب اكتبيهم برضو. طيب يبقى انا بكتب ازاي شعرت في الاخر بقى. انا كنت اي واز فيري هابي. انا كنت سعيد. اي واز سو اكسايتد. انا كنت زعلان متحمس اكسايتد. تمام. طيب هنا بقى بيقول لك ايه البوك كويز رايت ا دايري اباوت سمثينج سبيشال يو ديد. حاجه مميزه انت عملتها. تخيلوا مثلا ان احنا رحنا متحف اللوفر او لا. مش عارفه رحنا المتحف اللوفر ماشي. طيب هنكتب الدايري ازاي؟ اول حاجه باجي على الناحيه دي وهكتب تاريخ. اكتبوا اي شهر سهل انتوا عارفينه.
مثلا احنا نمتحن في شهر كام؟ اربعة ولا خمسة؟ اربعة. اربعة. يبقى شهر اربعة اسمه ايه؟ ابريل. اهو ابريل. بحب اصلا شهر اربعة. طبعا الشهر بتاعك. Your favorite month. ايوه. ابريل هنكتب بقى. خلاص احنا ممكن نكتب اي حاجة تاني. ممكن نكتب 22 مثلا. او 24 او 26. انا هكتب 26. طيب 26 يا ترى هكتب اس تي من فوق ولا ان دي ولا ار دي ولا تي اتش؟ تي اتش. اكسلنت. اهو. تمام. يبقى ابريل 20 seconds of 20 قصدي second day 6. تمام. طيب انا كتبت ده هاجي على السطر الثاني واكتب ديري دير دايري. طب لا انا التزمتها تبقى عزيزه مفكره مثلا مش لطيفه خالص. وناخد كلمة صغنونة وابدا بقى اكتب انا زرت المتحف او انا لسه هزور. بس هنا بيقول يو ديد انت عن يوم مميز انت عملته في الماضي. خلي بالكم سافرت شرم الشيخ. طيب تعالوا بقى نقول مثلا هنا اي حاجة. هتكتبوا اي حاجة هنا فانا دي هديها لكم واجب. كل واحد يكتب اللي هو عايزه. ده انا هاب. تمام خلاص. طيب دي الدايري. تعالوا بقى نحل مع بعض على الدرسين 5 و6. يلا كده هنبدأ الليسن مع بعض. طبعا الليسن انا هخبي من كنتو لكن هو هيبان هنا مش مشكلة بقى. ها يلا بسيش. يلا there are 5 people in my family. محدش يقول اكتبها لوحديكو. I don't have any brothers or sisters. My dad is 40 years old. He is a doctor. My mom is a dentist. My grandparents are staying with us in the first floor. I love my family. Again? Again. Okay. There are 5 people in my family. I don't have any brothers or sisters. My dad is 40 years old. He is a doctor. My mom is a dentist. My grandparents are staying with us in the first floor. I love my family. طيب يلا ملوني. Family. عكا. Family. ماشي هنشوف العكة دلوقتي. Family. وتاني واحدة brother ولا brothers. طيب وبعد كده my mom. مامته كانت ايه؟ dentist. excellent. اوكي طيب وعايشين في الفيرست ايه؟ floor. صح. يلا مين هيعمل الترتيب الاولاني؟ يلا يا تبارك. do you want to go vacation? do you want to go on vacation? excellent. 5 6. يلا يا امل. the الاي ها طب اقول انا اقول لا the evil tower اللي هو برج ايفل. the evil tower ماله بقى يا امل يا بنتي استني خليها is really tall. صح كده. يلا يا بطه. the louver. اللوفر ده ايه؟ قلنا اللوفر هو متحف. متحف اللوفر. يبقى انا خدت اتنين كده برج ايفل ومتحف اللوفر. اسمهم ايه؟ برج ايفل ومتحف اللوفر. عشان تبقوا عارفينهم. طيب يبقى ذا لوفر ايه بقى يا بطه؟ لا متحف عاملين نقول. ايوه ميوزيوم. صح كده يا امل. طيب ماله بقى؟ از اف فانتاستيك. صح كده از اي فانتاستيك. يلا يا ايمان. ذير از. يوجد ايه؟ ذير از. ذير مفيش از. ذير از تو دو. لا في حاجه بقى قبل تو دو. ماتش. في حاجه قبل ماتش؟ ان لا سو ماتش. ذير از سو ماتش. ذير از سو ماتش. ايوه ها كملي. ان تو دو. لا لا تو دو. ايوه كده تو دو ان موروكو. ها البنكتويشن. هو وينت اون ا بوت تريب. اعمل ايه؟ الدبليو اتش احط كويستشن مارك. كويستشن مارك. ماشي. ماي فيفرت بليس از الازهر بارك. فول ستوب. فول ستوب. ها فيش حاجه تاني؟ لا ماي الام. اوكي ولا بس ما فيش اي حاجه تاني. هو الازهر بارك. اه هو كده. طيب ماي بيرفكت فاكيشن دي انتوا واخدينها برضو الاجازه الايه الجميله اتش دبليو. اي اتش دبليو. اوكي هم هياخدوها واجب يعني. تعالوا هنا بقى تيست يور سكيلز بسرعه. اعملوا لي الترجمه. تيست يور سكيلز. تيست يور سكيلز. ها اول حاجه سوت كيس. حقيبه السفر.
sunlight. ضوء شمس. اوكي. diary. مفكرة. او يوميات. day trip. رحلة يومية. صح كده. طيب author. مين عارف ال excellent. مؤلف. طيب الاجازة اسمها ايه؟ vacation. vacation. ايوه vacation. الموارد الطبيعية. نجيب طبيعية الاول وبعدين موارد. طبيعية يعني ايه؟ natural. natural tree. no. natural resources. يا لهوي. resources. ايه اللي في الاخر دي؟ ايه رغودة؟ عملت القطر؟ وريني. شاطئ يعني ايه؟ بيتش مش بيتش. بيتش. لو قلتها بيتش هتبقى خوخ. بي اي سي اس. اوكي. جواز السفر. باسبورت. اسمها كده. باسبورت. اه. طيب رحلة الطيران. مين فاكرها؟ فلايت. انا حظة كويس. انت ممتازة يا توتي. طيب يلا الاختيارات. مين يعمل الاولى؟ نمشيها بالدور؟ لا. مش معاك خالص. رغدة الان العكس. واحد زبطيها. يلا اول واحدة. we use the نقط to travel to a different country. بس ها. passport. احنا قلنا الباسبورت اول ما تلاقي كلمة travel. travel يعني ايه؟ passport. يلا اللي بعديها trees and stone or natural. حاجات طبيعية. A diary ولا story is a book in which you write down things. ليه بقى؟ لان انت بتكتب فيها happen to you. ايه اللي بيحصل ليك انت. تمام. طيب الصفحة الحتة اللي جنبيها. I get odd in on with ساعات ات. ممتازين. طيب Saturdays الايام on. طيب expensive. excellent. اللي هو السفكس ايه؟ I-V-E او O-U-S. اه ده هنضيف له ايه؟ I-V-E. تبقى expensive. هتعملوا ايه؟ هتحوشوا الايه وتحطوا مكانها I-V-E. عشان ما ينفعش حرفين متحركين ورا بعض. بعد كده الله بقى هنكتب ايميل. يا سلام على يطلع لي two from subject. from ها. نقرا. write an email of 30 to 40 words to your friend Ali to tell him about your perfect vacation. Your email address is omar@gmail.com. Your friend's email address is ali@gmail.com. طيب اول حاجة لازم اعرف الايميل ده رايح لمين. علي. هعرف منين يا امام؟ من كلمة friend. من كلمة ايه؟ friend. فين اللي جاية بعد friend؟ علي. فين الجيميل بتاع علي؟ ايه اخر كلمه. يبقى انا دلوقتي اخد دلوقتي الايه خط تحت الايه الجيميلات. اول جيميل هو عمر@gmail.com والتاني علي. يبقى اكتب عمر فين وعلي فين؟ عمر اول واحد. لا علي اول واحد. لا عمر صح زي ما انت قلتوا. فروم مني انا يبقى اسمي التاني على طول عمر@gmail.com. طيب تو خلاص بقى يبقى الجيميل التاني علي. علي بيتكلم عن ايه؟ السبجكت بطلعها بعد كلمة ايه؟ about. السبجكت بعد كلمة ايه؟ ادي كلمة about. كلمة ايه؟ طيب بس اليور لما الاقيها احولها ماي. اليور لما الاقيها احولها ايه؟ فهكتب ماي. واليو بتبقى اي. ماي بيرفكت vacation. ونحط في الستوب. يبقى انا دلوقتي طلعت السبجكت ازاي؟ من بعد about. اللي بعد كلمة about طلعت السبجكت ازاي؟ الموضوع. بعد فين كلمة about كده شعروا لي عليها؟ اهي. صح؟ اهي. صح؟ هادي. about. هي بطة. همس. ايه صح يا امل. ايه بطوط. انا هطب.
صح كده. اللي بعديها ما اخدش about، اخد اللي بعديها لحد النقطه. لو لقيت يور احولها اور، لو لقيت يور احولها ماي. طيب في الاول بقى اكتب له مين في السطر الصغنون؟ اكتب له دير زي ما بكتب دير دايري، بس مش هكتب دايري هنا، هكتب دير. انا بعت اليمين لمين؟ علي. يبقى اكتب دير علي صاحبي او صديقي ايه علي، واخد كوما. المقدمه مين فاكرها؟ ازيك عامل ايه؟ How are things؟ أو how are you؟ أو how is life؟ Fine, thank you. Okay. فأنا هكتب ايه؟ How or you. ونكتب له أنا فرحان إن أنا بكتب لك الإيميل ده. أنا فرحان. I happy. I happy ولا I am happy؟ I am happy. I'm happy. I'm happy. بعد كده to write. يكتب يعني ايه؟ write. طب فين كلمة write؟ اهي يا مس مكتوبة في الإيميل. تمام. يبقى اكتب ايه؟ to write. to write. to you. to انا فرحان ان انا بكتب لك. وطبعا الفاكيشن انتوا واخدين الايميلات بتاعتها، الرحله اللي احنا اخدناها انتوا واخدين الايميل، بس لازم اكتب المقدمه. طب في الخاتمه بقى انا هكتب مثلا الموضوع هنا في الجزئيه دي، هكتب مثلا ست جمل مثلا، هنهي بايه بقى؟ يا اما سي يو زين، يا اما سي يو ليتر، يا اما سي يو سون، اي هوب تو هير فروم يو، اتمنى ان انا اسمع عنك اخبار. قول دلوقتي امشي دلوقتي. لا مش امشي دلوقتي. لا فنكتب المقدمه ايه؟ سي يو مقدمه الخاتمه قصدي، معلش الصيام مقصر. سي يو سون. طيب اكتب اخر حاجه تحت يا ايمان، بيكون في سطرين صغننين كده لازم اكتبهم. عمر. طب اكتب قبلها ايه؟ لاف. لاف عمر. لاف. واكتب اسمي انا اللي في الايميل عمر. تمام. بس كده ادي الايميل سهل جدا جدا جدا. رجعنا على الايميل. مش عارفه مش بتحبوه ليه. رجعنا على الايميل وتعلمنا الدايري خلاص. حد بيحب في الايميل. طيب بعد كده بقى عندنا امتحان، بعد كده عندنا اللي هو جزء الترتيب، وبعد كده امتحان على الوحدة ال 12، بعد كده هنخلص، بعد كده القصة. الامتحان ده تاخدوه، احل مع كل لسن وتاخدوا الباقي واجب. ماشي ماشي. يلا لسن كده بسرعة وانا احل برضو معاكم اللسن. مشغلة معانا على الهوا. ها يلا. ها بسرعة بسرعة بسرعة. سليم. Salim was feeling sad. It was a hot summer and he wanted to go on vacation. His cousin Sharif was away at the beach and Salim wanted to go to be there. تمام؟ تمام. أنا لسه ما خلصتش. تمام. Salim's family سعيد. Salim's family usually went on vacations with Sharif's family. But this year that wasn't possible. Salim's dad had a new job and they had to stay in Cairo. مرة كمان. تاني. Salim's was feeling sad. It was a hot summer and he wanted to go on vacation. His cousin Sharif was away at the beach and Salim wanted to be there too. Salim's family usually went on vacation with Sharif's family, but this year that wasn't possible. Salim's dad had a new job and they had to stay in Cairo. يلا حلتوها؟ طب يلا لسن التاني بالمرة نقرأ. يلا الكمبليت. Reem is going on vacation. Vacation. Okay. She is traveling to Canada by plane. Plane, مش بلان. Plane. Today she is packing her suitcase. She knows that there is often rain in Canada, so she is taking her umbrella. It can also be cold in Canada, so she is packing a sweater. خلصتوها؟ لا. لا. آخر واحدة. تاني. Reem is going on vacation. She is traveling to Canada by plane. Today she is packing her suitcase. She knows that there is often rain in Canada, so she is taking her umbrella. It can also be cold in Canada, so she is packing a sweater. تمام؟ يلا يا شباب ملوني. أول واحدة هتبقى إيه؟ غلط. ماشي فولس. اوكي سليم ترو ترو ترو
true okay false 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 ده كانت فين كايرو طيب بعد كده going in vacation مين يسبل vacation vacation طيب ريم is traveling to Canada by N-E plane she packing here C-U-I-T-K-S-E ولا S S-U C-U-I-T-C-A-S-E طيب والأخير هتبقى C-O-L-D cold والباقي هيكون homework تمام بعد كده إن شاء الله الحصة الجاية هناخد الستوري القصة ونخلص بإذن الله تمام يلا نشوفكم بقى على خير في فيديو جديد إن شاء الله وقولوا لهم إيه سلام.